الحقيقة بعد مباراة امبارح كنت سعيد جدا وكنت فرحان بالأداء وكل حاجة، ولكن في النهاية احنا عندنا مجلس إدارة احترافي يعمل دائما في صمت لخدمة الكيان وخدمة جماهير النادي الأهلي وخدمة الأعضاء، لأن مجلس إدارة النادي الأهلي هو مجلس بروح الفانيلا الحمراء. يوما بعد الآخر وإنجازا بعد الآخر، يثبت مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الأسطورة محمود الخطيب أنه مجلس بروح الفانيلة الحمراء، مجلس الانتصارات والإنجازات، فهو علامة بارزة في تاريخ النادي والرياضة المصرية، ويكمل مسيرة المجالس الحمراء التي دائما ترفع شعار الأهلي فوق الجميع، أهل المبادئ والانتصارات والتتويجات. تجده حاضرا ومتقدما للمشهد، داعما ومحفزا لكل ما هو أهلاوي، سواء كان حدثا رياضيا في كرة القدم أو أي من ألعاب النشاط الرياضي التي يتصدرها المارد الأحمر بقوة. فمجلس المارد الأحمر حاضر في كل الأحداث الرياضية، وشاهد على التتويجات الحمراء، ودافع وحافز كبير لكل ممثل للقلعة الحمراء في أي من الألعاب الرياضية، فهو صاحب الكلمة العليا في الرياضة المصرية. أما على مستوى الإنشاءات والجوانب الاجتماعية فحدث ولا حرج، دائما ما يبدأ التطوير من النادي الأهلي والكل يسير خلفه، فهناك تطوير للمنشآت القائمة بالفعل لتكون على أفضل صورة تليق باسم النادي الأهلي وأعضائه الذين دائما في بؤرة اهتمام المجلس الأحمر، بالإضافة إلى افتتاح فروع جديدة مثل ما حدث في التجمع الخامس والذي سيتم افتتاحه قريبا لاستقبال أعضاء الأهلي، أو تطويرات واستكمال المنشآت مثل ما حدث في فرع الشيخ زايد وأيضا مدينة نصر والجزيرة لإراحة الأعضاء الذين دائما ما يجدون كل ما هو جديد لديهم في ناديهم. مجلس الأهلي بروح الجماعة كل يقوم بدوره المكلف به، واضعا أمامه مصلحة الأهلي وأعضائه وكيفية توفير سبل الرعاية لهم. فكم من الإنجازات الكروية التي تحققت في عهده، سواء بطولات محلية أو قارية أو عالمية، مثل ما حدث في التتويج بالميدالية البرونزية مرتين في كأس العالم للأندية، فضلا عن المشاركة الثالثة في مطلع فبراير القادم بالمغرب، بخلاف بطولات الألعاب الأخرى المتنوعة ما بين محلية وقارية، فهو على قمة الهرم في مختلف الألعاب. مجلس متناغم يعمل في صمت من أجل الأهلي.